وفتي هو جابين يو سيرك وسارد دم تحتوي هذا الصومالي لان محمود حاشي عبد أي سيديرهن ما أنت لو جسده ويدجان كيفلي يضو حدا الدجال يدج مذا عرجابه هل كاسيو مدوين كودن بيجي وكسعودي شركة أفجار دي عاية تاريس يو سعودا بيلا بعيدة قلبت كجبل كسناج وحنا وفتي دني قلبت كدج مذا يفلي كجهر تجي مسؤولين تمامل كجبل كسناج حل دبانو بقرة سلادين عقال يدد وينك كله وادو تربدن كدي مركي وفتي دو سيرك سو جارين مذا شر سود وين ترى واحد مدمد وقعن دين مسؤولين تي يا مدح دقمات كيو تاجنا سودوين تودا انت سكت دمنا واحد وفت دلوا سو قلبي تو حدا دجار هالكاسيو كلمة سودوينا أي كي راهدين برسابك جبل كسناج أحمد عبد فلي وسير الدولة وسارد الدولستة هودا الصومالي لان يقار كم دام مدح دقمات كي هالكاسي كسرنا كسر دولة مو أنا وزيره برش الشركة كسر دولة يقول هم بجبل كسناج كارهان مقال ما راح أركابه يقارن كسومالي لان انت مهم واه إنه مانتا إن نقولي مادان أو نقول سو شرفان ونقول سو دوينه وسيره قيمة هلا تمرد السومال اللان وسير وسير شركة وحكم كجبي جبي هاي أفجرت كلمة أفجرت يا آية ثلاث وحن قدام لا ما قيّن سو دو هذا سو دو هذا كوري قالوا كوري قاعي كسو دو ودي وفتي قاعيو مرتدى إنه تمرد وحن كسو دوينه على ما قيّن aanu ku qabannay waxaanu ku soo dhaweeyneyna oo galabta aanu halka kan aanu ku soo dhaweeyneyna waftiga ay hoggaaminayaan wasiirka madaxtooyada maxamuud haashi abdi iyo wasiirka dibadda waxaanu leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada beeshiini iyo madashiini si walaydin ka sugeeyay si wanaagsan baan u idin sugeeynaa waxaanu ku soo dhaweyn ugu dambeyntiina waxa halkaasii masuuliyiintii iyo dadweynii soo dhaweynayay uga mahadceliyay wasiirka wasaaradda dib u dejinta Soomaaliland Cali Saciid Reegal oo sheegay in ujeedada socdaalkooda uu salka ku hayo ka qaybgalka shirka afgarad iyo ayatali ee ka socda dooxada dagaal ee galbeedka magaalada Ceergabo tahay aad iyo aad waan idinku mahadcelinaynaa annaguna waxaanu u soconay shirkan afgarad ayo ayatali ay qabsatay beesha biciida yooris inaannu idin kala soo qayb galno xiritaankiisa idin la farxno idin la dabaaldegno Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV magaalada Ceergabo.